عقبة السفر لا تزال تتنقل داخل الأندلس، ولا تكتمل الرحلة إلى جنوب إسبانيا إلا بزيارة مدينة مالاغا التي نالت نصيبها من السحر والإطراء من كل من زارها. من إشبيليا إذن ننطلق في رحلة مدتها ساعتان لنصل إلى مدينتنا مالاغا. هي من أقدم مدن إسبانيا والعالم، فقد أسسها الفينيقيون وحكمها الرومان ومن بعدهم المسلمون لمدة 800 عام. تعد الواجهة البحرية المميزة لجنوب إسبانيا، فتجمع بين المعالم التاريخية العريقة والشواطئ الخلابة والقرى الساحرة التي ننصح بزيارتها. فتطل هذه المدينة التاريخية على البحر المتوسط وتقع وسط منطقة كوستا ديل سول، وهي ثاني أهم ميناء على البحر بعد مدينة برشلونة، وحيث يتمتع زائرها بمشاهدة عشرات السفن ويقوم بأجمل رحلة بحرية. تضم مالاغا العديد من القصور والآثار والمتاحف المميزة مثل متحف بيكاسو، فلا يمكن أن ننسى أن مالاغا هي مسقط رأس الفنان العالمي بابلو بيكاسو. وتزخر بالمتنزهات والحدائق المائية المناسبة للعائلات والأسواق والمطاعم الأنيقة. مناخها متوسطي شبه استوائي، حيث تحظى بشتاء شديد الرطوبة وصيف ساخن، وغالباً ما تكون أجواء المدينة مشمسة. وبحكم موقعها الساحلي تتلقى مالاغا رياح البحر المتوسط، الأمر الذي يساهم بتلطيف حرارة الجو صيفاً. أما المراكز السياحية التي سنجول فيها اليوم فهي: تقع قصبة مالاغا في منطقة مرتفعة أشبه بتل وسط المدينة، ومحاطة بسور منيع من مختلف الجوانب، كما يتخللها عدد من الأبراج الدفاعية التي كان يستخدمها الجنود في أغراض حربية كالرماية والمراقبة. بناها المسلمون فوق تل مرتفع يشرف على المدينة ومينائها، وكان هناك سور دفاعي ثالث، ولكن حالياً لا يوجد إلا الجداران الداخليان فقط. وتضم القلعة متحف المدينة الذي يمثل العصر الإسلامي معظم أجزائه. الحصن الداخلي يقع خلف الحصن الخارجي، ولا يمكن دخوله إلا عن طريق بوابة واحدة تقع في الجهة الغربية. داخل هذا الحصن يقع القصر الرئيسي وبجانبه بعض المساكن. بنيت كاتدرائية مالاغا في موقع المسجد الإسلامي السلطاني الذي كان موجوداً في عهد الحكم الإسلامي، حيث أمر حكام مالاغا من الإسبان ببنائها بعد سقوط المدينة. يعد المسرح الروماني أو التياترو رومانو المعلم الأقدم في مدينة مالاغا في إسبانيا، وهو القلب الثقافي الأعظم لهذه المدينة، ويقع على سفح حصن الكازابا الشهير. كهف نيرخا هو عبارة عن سلسلة من الكهوف تمتد لما يقارب 5 كيلومترات، تضم تشكيلات صخرية وصواعد ونوازل رائعة الجمال نشأت نتيجة تساقط المياه من سقف الكهف. واللافت أنه تم اكتشاف تلك الكهوف بالصدفة عن طريق مجموعة من الشبان من السكان المحليين الذين قرروا الذهاب في جولة لمشاهدة الخفافيش التي تخرج من ثقوب الصخور. تضم قلعة هيبرالفارو ساحات واسعة تستضيف مصارعة الثيران، وهناك تتمتع بمشاهدة أجمل العروض. أما بالخارج فتجد حديقة مميزة تجعلك تشعر بالاسترخاء والاستجمام. تحيط بالقلعة أشجار الصنوبر والكينة، بالإضافة إلى الأسوار الحديدية المرتفعة والنوافير الواسعة والمباني الأثرية قريبة الشبه لتصميم قصر الحمراء في غرناطة. هل قلت غرناطة؟ مدينة القصور وأحلام ألف ليلة وليلة؟ غرناطة ستكون المحطة الثالثة في جولتنا الأندلسية، انتظرونا لنكمل الرحلة ونستكشف المدينة معاً.